بداية حضرتك كانت ايه بقى؟ نحكي كده من الاول. اقول لك يا ست الكل، انا بدايتي كانت في الاذاعه، في اذاعه الشرق الاوسط. واذاعه الشرق الاوسط فيها ميزه يمكن عن باقي الاذاعات، انها بتعلمك فنون العمل الاعلامي شامله. مصنع. مصنع بالفعل. انت بتقري اخبار، بتتعلمي فن الحوار على اصوله، وفن الحوار اللي هو كيف تجيبي عما في اذهان الناس من اسئله في مختلف المجالات. صحيح. مش الحوار التقليدي اللي هو تجيب الضيف وتقول له كلمنا عن المؤتمر، بقول لك والله المؤتمر رائع وجميل مؤتمر جدا، جميل وكده ويعني ان شاء الله هتشوفوا حاجات كويسه يعني، واخده بالك؟ لا، كيف تجيبي عما في اذهان الناس من اهتمامات ومن اسئله. ولكن بجانب اذاعه الشرق الاوسط وما تمثله من قيمه وقامه، وفيها اساتذه كبار وعظام، الاستاذ احمد رضوان، الأستاذ إيناس جوهر، الأستاذ محي محمود عليه رحمة الله هذا العملاق، الأستاذ إبراهيم صبري، وأسماء كثيرة وكبيرة جدا، الأستاذة صديقة حياتي. أنا كان عندي انبهار بأحد عمالقة قراءة الأخبار في الإذاعة المصرية، كان الراحل العظيم الأستاذ عبد العال هنيدي. أستاذ عبد العال هنيدي ده لما كنت تسمعيه وهو بيقرأ الأخبار، صوته سلاسل ذهب. الكلمة بتطلع منه روعة. وكان دايما يقرأ نشرة الساعة 2:30 يوم السبت ويوم التلات، أنا فاكر. فاكر التاريخ كمان، ربنا يديك الصحة. وكنت ويديك الصحة، وكنت أحب أروح أحضر نشرة الأخبار بتاعة الأستاذ عبد العال هنيدي في الكيوبيك بتاع استوديو البرنامج العام يوم السبت ويوم التلات. وعرفت الرجل عن قربه، قد ايه هو انسان كان متواضع، قد ايه انسان قدير، قد ايه انسان يعني يديك برضه المعلومه بسلاسه ويحتضن كل جديد. دي كانت ميزه جميله في هذا الرجل عليه رحمه الله، وهو كان احد تلامذه الاستاذ جلال معوض عليه رحمه الله. احلى صوت قال هنا القاهره. صح. فيعني دي وبعد كده رحت بقى قطاع الاخبار في التلفزيون، يعني بدأت الرحلة في التلفزيون. فاكر أول حاجة طلعت وقلتها في التلفزيون والذكرى دي؟ هقول لك يا ست الكل، أنا فاكر أول شيفت ليا كان مع الأستاذة منال الإتربي، وكان أحداث 24 ساعة. وأذكر إن هذه السيدة الفاضلة قدمتني تقديمة حلوة قوي زي تقديمتك ليا. لا ده انت سابق. لا 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 العفو، لا انت يعني اطريتيني اطراء يعني كثيرا يعني. وقدمتني بطريقه شيك وامتصت الرهبة بتاعت الكاميرا. انا ما اكذبش عليك، كانت ركبي بتخبط في بعضيها يعني. طبعاً. ما اكذبش عليك، لكن هي امتصت هذه الرهبه، حسستني بالالفه مع المكان. وانا شكرتها بعد ما هي قدمتني، انا شكرتها ودعيت ربنا ان هو يوفقني ويجعل لي القبول. وبدات اقرا وتطلع بقى زي ما تطلع. كانت اول مره، بس كانت توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ونعمه بالله الحمد لله. وكان اول وجه التقيته في التلفزيون واللي هو تولى تدريبي كان عليه رحمه الله الاستاذ الكبير محمود سلطان. وكان في بقى هو ده هذا الشخص العظيم اللي فيه كل الصفات الحلوه اللي انت قلتيها. استاذ محمود كان متواضع جدا، مع انه قيمه وقامه واسم ضخم جدا في عالم الاخبار وعالم الاعلام، يحتضن الجديد، يحسسك باخوه، عمره ما يتكبر على حد ابدا ابدا. لو ليك حق يطالب بيه. يعني شوفي شوفي المدير بتاعك اللي لو ليك حق يطالب بيه يقول فين الحق بتاع قصواء؟ انتوا ظالمينها ليه؟ عليه رحمه الله. فده أول واحد دربني في التلفزيون أستاذ محمود سلطان. أذكر برضو من الأسماء الرائعة والجميلة اللي أنا شرفت فعلا بالعمل معاها وبالتعلم منها، الأستاذة الكبيرة ميرفت رجب. وكنا بنقدم برنامج أنباء وأراء معاها. أنباء وأراء في صورته القديمة البراقة اللي كان ليه شنة ورنة. شنة ورنة، وكان بيجي بعد صلاة الجمعة الساعة 2. وكان بيبقى يشمل تحليلات سياسية لكل أحداث الأسبوع محليا ودوليا وعربيا. فكانت سيدة رائعة، وكانت سيدة يعني فيها شموخ كده، وما تعرفش إلا الطريق المستقيم.